بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تمرين على أو توضيح أكثر لإرسال المصفوفة كبرامتر إلى ميثود. عندي هنا ميثود أو استدعاء لميثود اسمها M. هذه هي الميثود. طبعا هذه array util، أنا ما طبعا في خطأ هنا بسيط، لكن هذه array util لو ممكن أكتبها array array util. طيب، فهذه نفس الكلاس اللي شفناها قبل. زين، هذه نفس الكلاس اللي شفناها قبل. الكلاس هذه فيها الميثود print array، وحنا سبق أن شفنا الميثود print array هذه قبل. فيها ميثود هنا تجربة فقط اسمها m، برضو static ميثود. راح نرسل رقم كفاريبل عادي، وراح نرسل array، مضبوط، عشان أوريك الفرق بين إذا كان اللي ترسله أنت فاريبل عادي، أو إذا كان أنت اللي ترسله object أو array، يعني معنى أنه حاجة لها reference. زين، الفاريبل عادي ما له reference، الobject والarray لهم ريفرنس. زين، فوش الفرق بين ارسال هذا وارسال هذا؟ في فرق رئيسي جدا. قلت لك انه ارسال الاري يتم من خلال المشاركه، يعني معنى انه المرسل والمستقبل يتشاركون في الاري او الاوبجكت طبعا بشكل عام، لان الاري اصلا تعتبر اوبجكت في الجافا. لكن الفاريبل العادي لا، ما يكون فيه مشاركه، وانما ارسال من خلال القيمه pass by value. فاذا خل ممكن اكتبها لك، اكتب لك الكلمتين هنا pass by value، pass by value هذه ارسال الفاريبل العادي، و pass by، طبعا في ناس يسمونها reference لكن انا افضل نسميها sharing. في ناس يسمونها reference، والرسميا اكثر استخدام reference. زين، يعني معنى انه اللي ترسله هنا variable عادي، اللي ترسله هنا reference. زين، الطريقة، لكن أنا أسميها pass by sharing، يعني هذا اللي فعلا يحصل أنه يصير في مشاركة sharing بين المرسل والمستقبل. خلينا نشوف الآن نفذ البرنامج هذا، وإن شاء الله نفهم مع بعض الفكرة. أول شيء قبل ما نفذ البرنامج هذا، خليني أقسم الميموري زي ما قلنا قبل إلى جزء نسميه stack، فهذا الجزء هو stack، والجزء اللي على اليمين هذا هو الهيب. زين، طبعا لاحظ ان ستاك خليه مفتوح هنا، لانه ستاك زي ما قلنا نحط نكدس فيه الاشياء فوق بعض. زين، فممكن نستمر بالتكديس فوق. الهيب لا، يكون حجمه محدد ويكون فيه الاوبجكتس والاريز، بينما ستاك هنا يكون فيه الفاريبلز حقات الريفرنسز الخاصه بكل ميثود من الميثودز. اول ما نستدعي الميثود مين، طبعا مباشره راح يكون عندنا اكتيفيشن ريكورد هنا خاص بالمين، نحط فيه الفاريبلز اللي موجوده في المين. عرفنا طبعا راح اسفها الارجز هنا عشان ما نتلخبط، المفروض انها تكون موجوده لكن اسفها. لكن يكون عندنا فاريبل اسمه اكس، خليني احط هنا اكس. هذا الفاريبل، هذا الفاريبل الاول عندنا هنا اسمه اكس. زين، وهو من نوع انتجر، والقيمه اللي فيه واحد، مضبوط. لاحظ انه ما هو ريفرنس ولا شيء، هذا فاريبل عادي primitive type. هنا عندنا array اسمها y فيها 10 عناصر، فأول شيء يسوي الريفرنس، هذا الريفرنس اللي هو الري واي اللي اسمها واي، والريفرنس هذا راح يأشر لي على الري هنا في الهيب، والري فيها 10 عناصر، طبعا ما راح يحط لي 10 عناصر، 1 2 3 إلى 10، فهنا نقول هنا 0 وهنا 9. زين، وهذه هي الري اللي اسمها واي. زين، إذا الآن جانا هنا الاستدعاء للميثود M. طبعا هذه array integers of integers، وهذا variable integer. الآن جتنا عملية الاستدعاء في السطر الثالث. الحين احنا في السطر، خلصنا السطر الأول وخلصنا السطر الثاني، الآن احنا في السطر الثالث. خلينا نشوف الآن كيف تتم عملية الاستدعاء. راح أرسل X وأرسل Y، هذول الأرجيومنتس اللي عندي اللي هو X وY، مضبوط. طبعا أول شيء أسويه، راح أسوي activation record جديد للميثود الجديدة. فهنا ممكن أن نكتب في الاكتيفيشن ريكورد هذا، نكتب هنا main، وهنا نكتب الميثود m. زين، وهذا خل أكتبه بس عشان ما تنسى الاسم stack، وهنا هذا
الهيب. طيب الآن حطينا اكتيفيشن ريكورد جديد للإم، راح يكون عندي فاريبل، راح يكون عندي هنا باراميتر اسمه نمبر، البراميتر نعامله بالضبط زي الفاريبل زين. فهنا راح يكون عندي باراميتر اسمه نمبر، فهذا البراميتر نمبر خليني احطه هنا نسميه نمبر، وراح انسخ القيمه اللي في الاكس وحطها في نمبر، راح انسخ القيمه اللي في اكس اللي هنا عندي زين، قيمه اكس اللي عندي هنا هذه زين، راح انسخها وحطها في نمبر هنا زين. فاذا راح احط انسخها واحطها في في الفاريبل نمبر هنا، راح اكتب هنا واحد، هذه نسميها pass by value يعني ننسخ القيمة زين، ننسخ القيمة لأنه variable عادي وليس object أو array. الآن إذا جانا الobject إذا جتنا الarray زين، نفس الشيء ينطبق على الobject لأنه زي ما قلنا الarray عبارة عن object. أنا إذا جتنا الarray اللي هي الواي، فإن اللي راح نسويه إحنا راح ننسخ الريفرنس فقط زين، راح ننسخ الريفرنس اللي عندنا هنا هذا ونضعه في numbers. يعني وش المعنى؟ بكل بساطة راح يكون عندنا هنا هذا numbers، طبعا لاحظ انه هذا بالاس هذا بدون الاس زين، هذا number هذا numbers هذا يعني عدد هذا اعداد زين، راح ننسخ نجيب نسخة من المؤشر هذا، فراح numbers يأشر لنا على الarray اللي عندنا هذه. إذن عشان كذا هو رسميا يسمونه pass by reference، رسميا يستخدم الاسم هذا pass by reference، لكن انا افضل انه pass by sharing يعني معنى انه، وفي ناس يعني يتكلمون عن الموضوع هذا بمعنى انه او يستخدمون الاسم هذا معنى انه مشاركه، شاركنا الاري بين الميثود main المرسله والميثود m المستقبله زين، صار في مشاركه. الان وش التاثير وش الفرق بين الاثنين هذول؟ الان لاحظ هنا جينا حطينا قيمه جديده في نمبر، فنمبر صارت قيمته 1001، فنجي هنا عندنا ونعدل القيمة هنا، هذه ممكن إني أمسحها بس معلش شوي. طيب طبعا هو المكان نفسه ثابت لكن فراح يكون عندي هنا 1001 زين، إذا القيمة هنا راح تكون 1001. الآن هنا جينا قلنا numbers of zero gets 5555 الآن numbers إيش اللي هي الarray numbers زين، هذه هي الarray numbers، numbers of zero اللي هو العنصر الأول في الarray راح تكون قيمته 5555. طبعا لاحظ إنه الarray دي أول ما سويناها كانت القيمة اللي فيها صفر، كل القيمة اللي فيها صفر زي ما قلنا حنا دائما أول ما تبدأ الarray فيها صفر. الآن قيمنا غيرنا قيمته خليناها 5555 زين، فهذه هي القيمة الجديدة 5555. طيب بعد كذا انتهت الميثود M زين، انتهت الميثود M، نروح نمسح الاكتيفيشن ريكورد حق M، لكن قبل ما نمسح الاكتيفيشن ريكورد حق M زين، لاحظ ملاحظة مهمة جدا. الآن X هنا، X اللي عندي هنا أرسلته X اللي هو هذا أرسلته إلى نمبر هنا، لما عدلت على نمبر زين كانت قيمة الإكس بواحد، قيمة نمبر بواحد، عدلت على قيمة نمبر صارت قيمة نمبر بألف وواحد، هل تغيرت قيمة الإكس؟ لا ما تغيرت قيمة الإكس، لأنهم فقط نرسل القيمة فقط، ولكن هم مكانين في الميموري مختلفين زين. لكن بالنسبة للأري واي فإننا شاركناها بين الأثنين، فلما غيرنا قيمة العنصر الأول في الأري زين تغيرت القيمة هذه لما نجي نرجع للميم للميثود مين زين. إذا الأري مشتركة، وانتبه للنقطة هذه، لما ترسل الأري الميثود وتلعب في الأري جوا الميثود فتذكر أن الأري اللي أنت أرسلتها برضه تغيرت. لما ترسل الأري زي هنا واي إلى ميثود زي الميثود إم هذه وتلعب في الأري جوا تعدل فيها قيمها، لما ترجع للبرنامج الرئيسي تذكر انه الاري تغيرت اللي في البرنامج الرئيسي لانهم هم نفس الاري، تم مشاركتها بين الاثنين. طيب خلينا نكمل الان التنفيذ. طبعا بعد ما ننتهي من تنفيذ الميثود نقوم نشيل الاكتيفيشن ريكورد
حق الميثود فيختفي الاكتيفيشن ريكورد هذا عندنا. زين عشان كذا نسميه ستاك، نحط فوق بعض بعدين نبدا نشيل اعلى واحد. زين اذا حطيت كراسي 5 كراسي فوق بعض وجيت بتشيل لازم تشيل اعلى واحد ثم اللي بعده ثم بعده لين توصل الاول الكرسي اللي على الارض. زين فهذه فكره ستاك. طيب فنجي نرجع هنا التنفيذ. طبعا لما ننتهي من تنفيذ الميثود راح نجي نكمل من النقطه هذه. زين خلصنا من تنفيذ هذه، خلصنا من تنفيذ الميثود، نجي نكمل من النقطه هذه. الان لما نجي نكمل من النقطه هذه قال لك اطبع اكس، كم قيمه اكس؟ قيمه اكس 1. هل تغيرت قيمه اكس؟ زين هل تغيرت قيمه اكس؟ ما تغيرت قيمه اكس. هذا هو الشيء المهم جدا، انه على الرغم من ان ارسلناها كبارامتر هنا وغيرنا البارامتر اللي هنا نمبر الا انه قيمه الاكس ما تاثرت. لكن لما جينا قلنا اطبع قيمه واي 0 فانه واي 0 اللي هي هذه. زين هل تغيرت قيمه واي 0؟ نعم، بدلا من انها كانت 0 لما سوينا انيشال هنا كانت 0 الان اصبحت القيمه 5 5 5 5. طبعا راح يطبعها بسطر جديد. زين اذا مره ثانيه الفاريبلز العاديه باس باي فاليو نرسلها باستخدام القيمه، الفاريبل الاوبجكتس والاريز زين واللي يهمنا هنا الاري انها باس باي شيرنج، يعني معنى انه يتم مشاركه الاري هذه بين المرسل وبين المستقبل. لما تستدعي الميثود وتلعب الميثود هذه في الاري تذكر انك لما ترجع للميثود اللي استدعتها انك راح يستمر التغيير اللي انت سويته موجود، ما راح يزول التغيير هذا. ارجو انك تفهم الموضوع هذا وحاول تطبق امثله على الموضوع هذا.